في عام 2015 قام الأرمن في جميع أنحاء العالم بإحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية والتي قام بها العثمانيون بأسلوب ممنهج، ورح ضحيتها نحو 1.5 مليون أرمني. لقد شاركنا مع الناجين منهم قصصهم المرعبة من قتل وجوع وعطش، ولكن تبدأ قصتنا مع المقاومة من خلال بضع مئات من الأرمن ضد أكثر من 3000 جندي عثماني. مصر لها مواقف كتيرة إنسانية ونبيلة مع الأرمن، بدءا من مذابح الحميدية 1894-96 تم استقبال 2000 لاجئ في مصر عاشوا فيها أمينين. شيخ الأزهر في مصر اللي هو كان شيخ سليم البشري طلع فتوى أدان بيها قتل أي أرمني أو مسيحي على أرض تركيا، ودي كانت من أهم المواقف المصرية ضد تركيا والمذابح اللي كانوا بيقوموا بيها ضد الأرمن اللي موجودين هنا.